بجاي ناس اسماعيل عثمان ده رئيس انصار السنه ديل برضه مبتدعه بجنبه ما تزعل وما تتورع كثير ديل برضه مبتدعه والله الذي لا اله غيره زول جابوا اخر شيء في رمضان اثنى في مؤتمر الاخوان المسلمين او عزومه دي ما شايف يافطه ورا شفتها ولا ما شفتها جايبينه واثنى عليه ناس باعيانهم الحبر اثنى عليه والصادق عبد الله عبد الماجد اثنى عليه من قيادات الاخوان المسلمين وفرصه والتلاقي وفرصه للتقارب وفرصه وكذا والناس اللي داير يصلوا ليه وين انا داير اعرف واللي بيقول لك يعني انصار السنه ديل وكذا وكذا وفي حاجات ودي مجرد اخطاء وكذا وكلام زي ده دار تصل لي وين ودار تحاجج عنه ولا 200 زول بيمش محل بتاع اخوان مسلمين ورا يافطتهم ويتكلم ويثني عليه رؤوس ويقول استاذنا وشيخنا عليك الله اسمع التزيين اثني عليهم عديل عوض الله حسن المراقب العام للاخوان المسلمين الحضور الكريم جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثم الشكر لكم إخواني في جماعة الإخوان المسلمون على هذه الدعوة الكريمة والتي هي من نفحات هذا الشهر المبارك أن يلتقي الناس ويلتقي المهتمون بالشأن الإسلامي في مثل هذه الدعوات فإنها تقرب كثيرا وفرصة للتفاكر والتباحث فجزاكم الله خيرا على هذه الدعوة نترحم على شيخنا الشيخ الجليل الشيخ صادق عبد الله عبد الماجد رحمه الله تعالى وقد كان يمثل لنا ومشايخنا الذين تعاصروا وعاشوا زمنا وبطريقة عظيمة وجميلة يمثل لنا قدوة ويمثل لنا نبراس فقد عاش الشيخ صادق رحمه الله تعالى ببساطته المعروفة وبقربه من الناس جميعا وهذا الذي نريده الآن أن نكون قريبين من بعضنا البعض في وقت يقصد الأعداء تشتتنا ولكن نحن علينا أن نعوض عن ذلك بمزيد من التقارب مزيد من الائتلاف ما ذكره أستاذنا الحبر يوسف نور التايم نعم هو واجب المرحلة أن نتقارب ونتفاكر هذا البلد خاصة يحتاج إلى مواقف حاسمة إلى الأمام والعالم الإسلامي كله يحتاج إلى ذلك وأرجو أن يكون مثل هذا الإفطار باعثا ونموذجا وقدوة لنا وقبل اليوم واحد منه نثنى على التراب اسمه ياسر مين كذي أثنى على التراب وقال تكلم في منابر لم يعهد الناس الكلام فيها عن الإسلام يتكلم فيها الترابي ياسر محمد من جماعة أنصار السنة متحدثا في عزاء الدكتور الترابي الحمد لله القائل في كتابه ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونص من الأموال والأنفس والثمرات هذا القائد الفذ وأقولها قائدا فذا ومميزا وظاهرة فريدة أحسبها لا تتكرر كثيرا أقول له الفضل بعد الله سبحانه وتعالى في الإعلان بدين الله سبحانه وتعالى على منابر لم يعتاد الناس أن يذكروا اسم الله عليها الله أكبر الله أكبر أخذ الله سبحانه وتعالى الدكتور في هذا الظرف الحرج ليرى الله سبحانه وتعالى أن يتحمل الناس بعد ذلك المسؤولية أم لا شفت الكلام ده كيف؟ هذا الناس مجارمة يا شيخ ناس مبتدعة الناس اللي بيأصلوا الأشياء دي والدكاترة دي تحديدا والله مبتدعة والله يا أخوان مسلمين شاءوا أم أبوا أخوان مسلمين الناس دي عرفت كلامي؟ والمنهج اللي بيأصلوا للمجتمع ولشباب الدعوة والله ما هو إلا منهج سيد قطب تبا له حيث ما وجد وقصوا ما بنخليهم ابدا ان شاء الله تعالى
ومحل ما نمشي الحمد لله بيهربوا وبيخافوا، محل ما نمشي بفضل الله، محل ما نمشي يزوغوا زيهم زي اي صوفي بيزوق. وسيغه دي موجوده مدفقه شواويل شنط قاعده في البيت كله، وما بنخاف من اي احد ورب السماء لانه دي ادله. عرفت كلامي؟ ولا لما تسالني بقول لك انت مالك وماله، كويس كويس كعب، بقول لك كعب وشه طوال. يا ناس ما ديني، يا ناس دين ده واضح. تركتكم قال على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك. واضح الدين ده واضح، لكن اي زول داريم لك كرشه بسبب الدعوه دي، ده ما بقدم له دعوه ولا بقدم له دين. والتراب يتكلم في المنابر قال فيها شنو؟ المنابر دي العهده قال فيها شنو؟ كلم كلام دين ولا سياسه وسياسه الملخبطه، ولا يتكلم في وحارب الدين وسخر باهل الدين، بل سخر بالملائكه. ملائكه سخر بهم التراب. اسمع تسجيله قال يقول لك جوا وعذاب القبر. قال يا اخي الملائكه ذي ما يسوي لهم محكمه. قال انت الكلام ده ما تركز فيه. ما شو قال ده ممثل الجماعه، ما بعرفه ممثل سياسي ولا شنو، ذاته ما عنده اجنحه جوا هناك. قال ممثل سياسي ولا شنو؟ قال دي شخصيه اسلاميه لا تتكرر. وفعلا الله اعلم تتكرر زي الترابي ده، الله اعلم تتكرر. قد الله اعلم دول يحارب اسلام حارب زي دي، الله اعلم تتكرر وباسم الاسلام. وضلال قدر ده وافساد قدر ده، ياخذ في الدنيا افسد وفي الدين افسد. ولما مات ما لما فيها ذاته، في الدين ما بقى امام، وفي الدنيا مات شاته، يعني مات برا الميدان ذاته، برا العارضه، برا هناك مات بقى مارق انتهى. صدق الله ان شانئك هو شنو؟ الابتر. خلاص انتهى. ولذلك يا جماعه دي كلها ضلالات في الجماعه دي. النازل تنكبوا الصراط المستقيم، الدعوه دي بقت في راسك انت وفي رقبتك. انشر التوحيد وانشر السنه. ثناء على التراب، ثناء على الاخوان المسلمين ومن رؤوس في الجماعه دي. محمد مصطفى قاعد في نصهم ليل ليله، وما قال انا في المركز العام، بس قال انا المركز العام ذاته. يسيب في الصحابه، اثني على الحلبي، يكذب، يتناقض، يكفر، وكلام في الوزير، رد على الوزير، ولف ودوراء وبلاوي والله الذي لا اله غيره. ودي قاعده الجماعه دي لليله في ناس في نصها. الناس تبقى حرار تنشر الدين. والان نحن ولله الحمد بنمش محلات كثيره بنلقى فيها اقبال، ونلقى فيها فرص لتبليغ الدعوه. الناس ما تكسر والله، يجيك صداع شفتها ملاريا ولا تايفوت شفت ضهرك ده يوجعك، والصداع يكتر عليك، ويبقى بجاي العروق تنتح، وتحس انه الموت ده قرب. بتعرف قيمة الدعوة دي؟ الله اداك مروة دي، اشتغل طوالي، خش المساجد، بلغ دعوة الله سبحانه وتعالى، وانشر الخير، وحارب الشرك بالله، لأنه أكبر كبيرة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي ذكرناه. أنا أكتفي بهذا القدر. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد. جزاكم الله خيرا على حسن السماع، وجزى الله خيرا أهل هذه الديار على هذه الفرصة دي. والله يعني حاجة طيبة من كثير من إخواننا افتحوا بيوت لنشر هذه الدعوة، يتحملون التبعات، يجوا ينبزون ويجوا كذا. المرة اللي فاتت واحد جاب فرار بيجاي، وياخ الخروف أول شيء بيطبحوه التابدة بالسكين، ثاني يجيب الفرار، وفرار ده بعد السكين والسلخ للعظام، ده بعد يخط العود والورقه. انت جاي طوالي بفرارك وبفرارك ده، ما نخلي الشغله دي ماشي الله يتقبل. ده الفرار احنا ملاوزين منه ونواصل بفرارك ده، فرارك، وان جبت ساطور وان جبت دبابه. ننشر دعوه الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، صلى الله وسلم على نبينا.